اليوم عندنا محاضرتنا تكملة الأسئلة على الباب الأول والباب الثاني، نشوفوا كم سؤال ماخذين هانش بالشكل هذا. بالنسبة حناخد جيم 87 اللي هو سين 87 اللي هو يقول لك يتحرك قطار بسرعة 50 متر على الثانية. نحن عندنا قانون واخذينه من أيام المدرسة أن ناقص ميو في الجي هذا أمتى نستخدمه يا طالبة؟ هذا نستخدمه في حالة عدم وجود شنو؟ زاوية بالشكل هذا. اثنين، العجلة يجب أن تقعد شنو؟ تناقصية، يعني توقف أو مكابح. نستخدم القانون هذا ونحن مستنجينا أيام المدرسة. نكمل على سين 87، قال لك يتحرك قطار بسرعة 50 عند استخدام المكابح توقف القطار. يعني شو معنى كلمة توقف؟ معناه السرعة النهائية شو بتساوي؟ صفر. معناه السرعة الابتدائية كم عطاها لنا في اللحظة هذه؟ عطاها لنا 50 متر على من؟ على الثانية بالشكل هذا. فإن معامل الاحتكاك وتوقف الجسم على زمن كم قدر الزمن؟ 25 ثانية. ويبي مني معامل الاحتكاك. معامل الاحتكاك ما نقدرش نجيبه إلا لما نجيب العجلة. معناه لما يعطيك في المسألة سرعة وزمن، العجلة جيبيها بقوانين الحركة ثم استخدم القانون هذا. إذا كان جاء في المسألة عطاك سرعة وشنو طلب زمن، معناه العجلة جيبيها بالقانون هذا وبعدها استخدم قوانين من الحركة. في البداية نمشي نجيب من العجلة عن طريق قوانين من الحركة بالشكل هذا. العجلة أي قانون؟ شنو هو القانون اللي يربط العلاقة بين السرعة والزمن؟ ما عندناش إلا القانون الأول، هذا هو القانون الذي يربط العلاقة بين السرعة وشنو والزمن بالشكل هذا. القانون الأول V تساوي U زائد A في T. الجسم لما يتوقف تقعد السرعة النهائية شنو بتساوي؟ صفر. تقعد U زائد A في T. أبدي عوضي طالبة، السرعة 50 زائد A ضرب الزمن كم؟ 25. أنا نبي الأي نشيل الخمسين بعكس الإشارة، تقعد 50 A ضرب 25. أنا نبي الأي بقسم الطرفين المعادلة علي كم؟ علي 25. تمشي 25 من 25 تقعد الأي شو بتساوي؟ ناقص 50 على 25 بالشكل هذا. حتطلع الإجابة عندك شنو؟ سالب 2، ونحن واخذينها أيام المدرسة. ثم نستخدم القانون هذا اللي هو الأي شو بتساوي؟ ناقص ميو في الجي. نبدأ نعوض العجلة سالب 2 ناقص ميو في من في الجي. السالب يمشي مع من؟ مع السالب، لأن ما فيش معامل احتكاك يطلع عندنا بيش بالسالب، يجب أن يطلع عندنا بيش بالموجب. والجي قيمتها كام؟ 10. تقعد 2 شن بتساوي؟ ميو مضروبة في كام؟ في 10. يقول لك المضروب مجهول يجي شنو؟ مقسوم. معنا بقسم الطرفين المعادلة على كام؟ على 10. العشرة تمشي مع العشرات، وتقعد الميو شن بتساوي؟ 2 على كام؟ على 10. يطاقين الإجابة بونت 2 بالشكل هذا. في منها سؤال آخر نفس المسألة، بس المسألة اللي هي جيم 29. توه جيم 29 والكلام هذا كله يطالب أن احنا واخذين أيام شنو اللي هي سين 29 أيام المدرسة في السمستر من الأول بالشكل هذا. سين 29 نفس الطريقة، قال لي تحركت سيارة بسرعة، هذه السيارة بس بسرعة كم؟ 10 متر على من؟ على الثانية. واستخدم السائق الفرامل النهائية شن بتساوي؟ صفر. وقطعت مسافة أعطاها لنا كم؟ 20 متر. فإن معامل الاحتكاك نفس القصة، نطلع العجلة بقوانين الحركة ثم نستخدم القانون اللي هو ناقص ميو في من في الجي. بس أي قانون استخدمته هو؟ شنو هو القانون الذي يربط العلاقة ما بين السرعة والمسافة؟ ما عندناش إلا القانون الثالث V تربيع تساوي U تربيع زائد 2 في A في من في S. أي جسم لما توقف السرعة النهائية شنو بتساوي؟ صفر. هذين كل المسائل اللي سموا فينا على عجلة شنو؟ التناقصية. والعجلة التناقصية كما خذيناها أيام المدرسة، الجسم يتوقف شنو؟ فجأة بالشكل هذا. أبدي U تربيع زائد 2 في A في من في S. أبدي عوض يا طالبة، السرعة الابتدائية عطاها لك كم؟ 10 لكل من
تربيع زائد 2 ضرب الاي هي اللي نبوها، ضرب الاس هي المسافة كم؟ 20. 2 في 20 كم؟ 40 مضروبة في من؟ في اي زائد 10 في 10 100 يا طالبة. انا نبي الاي نشيل المية بعكس الاشارة، تقعد ناقص 100 شن بتساوي؟ 4 مضروبة في من؟ في اي. انا نبي الاي بقسم الطرفين 2 في 20 ب 40، اسف بالشكل هذا 40. انا نبي الاي بقسم الطرفين المعادلة على كم؟ على 40. ال 40 تمشي مع من؟ مع ال 40. تقعد الاي شن بتساوي؟ ناقص 100 على 40، حتطلع عندك الإجابة سالب 2.5. هذه نعاود هنا 2 في 20 ب 40، أنا كتبتها 4 لكن هي 40 أس بالشكل هذا، وهذه الأي. أنا نبي المية نبي المن نبي العجلة، شلت المية بعكس الإشارة اللي هي سالب 100، تمام ولا لا؟ أنا نبي العجلة حنقول المضروب في المجهول شنو؟ مقسوم. وطلعنا العجلة كم قيمتها؟ سالب 2.5. تو نستخدم القانون هذا لإيجاد معامل من؟ الاحتكاك. بالشكل هذا حط القانون الايش بتساوي؟ ناقص ميو في الجي بالنسبه للعجله سالب 2.5 ناقص ميو ضرب الجي بايش؟ ب 10. السالب هذا يمشي مع السالب هذا، تجد 2.5 شن بتساوي؟ ميو مضروبه في كم؟ في 10. انا نبي الميو بقسم الطرفين المعادله على كم؟ على 10، تمشي ال 10 مع ال 10 وتجد الميو شن بتساوي؟ 2.5 على 10، حتعطيني الاجابه 0.25. نعاود نفس الطريقة، قال لك تحركت سيارة بسرعة 10 توقفت بعدما انقطعت مسافة 20 متر، أوجد معامل من؟ الاحتكاك. أول حاجة نمشي نجيب العجلة بقوانين الحركة، في تربيع يو تربيع زائد 2 في اي في من؟ في اس. النهائية شن بتساوي؟ 0، لأن الجسم في انصاله توقف. يو تربيع زائد 2 في اي في اس، بالنسبة السرعة الابتدائية كم؟ 10، بالنسبة الاثنين انزلت والاي هي اللي نبوها والاس كم؟ 20. 2 في 20 بايش؟ ب 40، وال 10 في 10 كم؟ 100. هذا بعكس من؟ الاشاره بالشكل هذا. يقول لك المضروب في المجهول شنو؟ مقسوم، قسمت على 40 طلعت لي سالب كم؟ 2.5. ايجاد معامل الاحتكاك اي تساوي سالب الميو في من؟ في الجي. العجله سالب 2.5، اما الميو تنزل نفس ما هي لانها مطلوبه، اما الجي قيمتها كم؟ 10. ما فيش معامل احتكاك يطلع عندنا بالسالب، ديما بايش؟ بالموجب، مش السالب مع من؟ مع السالب. تمت 2.5 ميو في من؟ في 10. يقول لك المضروب في المجهول شنو؟ مقسوم، قسمت 2.5 على 10 كم طلعت لي في اللحظة هذه؟ 0.25. في مسألة أخرى عندنا عليها بالشكل هذا على نفس المثال. دي هو جيم 68، حتى هي على العجلة التناقصية. جيم 68 حتى هي على العجلة من؟ أو سين 68 تلقي صفحة 7. قال لك ركل طفل حجر على أرضية ملعب، على أرضية ملعب منها سطح شنو؟ أفقي بالشكل هذا. معامل الاحتكاك عطى لنا كم قيمته يا طالبة؟ 0.2. توقف، لما توقف توقف على بعد 25 متر، فالمطلوب فإن السرعة التي ركل بها الولد هكي يا طالبة، معاش نقدر نجيب العجلة بقوانين الحركة لأن ما أعطاني السرعة ومسافة، ما أعطاني السرعة وزمن كيف المثال اللي فات. المثال هذا أعطاني مسافة وطلب مني سرعة، معنى العجلة نجيبها بالقانون البدري ثم نستخدم قوانين من؟ الحركة. بالنسبة الجسم لما يتوقف متفقين ان القوة شن بتساوي؟ 0. الاحتكاك ديما عكس اتجاه من؟ الحركة. الوزن ديما وين؟ لوطة. وهذه قوة اتصال من؟ العمودي. الف قولي لي ايجاد من؟ العجلة باي قانون؟ القانون البدري. اي تساوي ناقص ميو في من؟ في الجي. ابدي عوضي، ناقص 0.2 اضربيها لي في العشرة تعطيك سالب 2، وواحدة تقيس العجلة متر على التانية من؟ تربيع. بالشكل هذا الآن نستخدم قوانين الحركة لإيجاد السرعة التي ركل بها الولد. السرعة التي ركل بها الولد هي السرعة من؟ الابتدائية، لأن السرعة الابتدائية لا تساوي شنو؟ 0. أما النهائية تساوي 0، ليش؟ لأن الجسم شن صار له؟ توقف. والمثال هذا تبع العجلة من؟ التناقصية بالشكل هذا.
ونبدأ يا طالبة شنو هو القانون الذي يربط العلاقة بين السرعة والمسافة؟ ما عندناش إلا القانون من الثالث، العلاقة بين السرعة ومن والمسافة. ما عندناش إلا القانون من الثالث يا طالبة بالشكل هذا، السرعة والمسافة في تربيع تساوي يو تربيع زائد 2 في اي في اس. وقلنا يا طالبة دي ما خليه بالموجب وبعدين عوضي بالعجلة بايش بالسالب، حيرد القانون سالب بروحة بروحة. تبي تدير القانون بالسالب دروا بالسالب، بس يجب انك لما تجي بتعوضي بالعجلة عوضي بها بايش بالموجب. الافضل خليه بالموجب وعوضي بالعجلة بايش بالسالب. النهائية شن بتساوي؟ صفر، لان جسم توقف. تقعد يو تربيع زائد 2 في اي في اس. انت تبي اليو تربيع، ابدي عوضي يو تربيع زائد 2 ضرب العجلة سالب 2 ونقص سالب 2 اضربيها في المان في المسافة 25. سالب السالب في الموجب بسالب بالشكل هذا، 2 في 2 ب 4، 4 في 25 تعطيك سالب 100 هذه، وهنا يو تربيع وهذه شو بتساوي؟ صفر. انا نبي اليو تربيع، شيلي هذه بعكس الإشارة، تقعد يو تربيع تساوي من 100، بس السرعة النهائية ما هيش مربعة، خذي الجذر من ناخذ الجذر من التربيعي، جذر التربيعي لمن لمية هي كان 10 متر على من على الثانية بالشكل هذا. هذا كله تبع العجلة التناقصية، وانت يا طالبة واخذتيها معنا في السمستر من الأول بالشكل هذا. نشوفوا المسائل بتاعت السطح المائل وبعدين نمشي نشوفوا المسائل من نيوتن مان الثالث. نشوفوا المسائل بتاعت السطح مان المائل بالشكل هذا، عندنا سين 102، سين 102 قال لك ينحدر جسم كتلة ام بسرعة ثابتة على مستوى مائل، هذا مستوى مائل وهذه الكتلة ام على سطح خشن بزاوية 60، بس قال لك مع الرأسي. ركزي يا طالبة، نحن معامل الاحتكاك أمتى يسوي تاني الزاوية؟ يجب أن يتوفر الشروط التالية. شنن الشروط؟ الشرط التالي، أولا يجب أن تكون العجلة شن بتساوي؟ صفر، يعني يجب أن تكون المسألة قانون نيوتن مان الأول. الشرط الثاني يجب أن تكون الزاوية مع من؟ مع الأفقي بالشكل هذا، ما تكونش مع الرأسي كما عطانا في الصور هذا يا طالبة. رقم ثلاثة، يجب أن يكون السطح شنو؟ خشن. ولما نقول السطح الخشن معناها يجب أن يكون شنو في معامل من؟ احتكاك أو قوة احتكاك. أربعة، يجب أن تكون الكتلة تحت تأثير من؟ الوزن. ولما نقول الكتلة تحت تأثير من؟ الوزن، معناها يا طالبة ما فيش ولا قوة مأثرة من قوات الثلاثة. نحن خذينا كم نوع من أنواع القوة؟ عندنا ثلاث أنواع من القوة، قوة موازية وقوة الأخرى يقولوا لها قوة شنو؟ إلى الأفقية، والقوة الأخرى يقولوا لها قوة تجاه إلى وين؟ إلى الأعلى. لما تقعد الثلاث قوات هذين مش قاعدات، معناها الكتلة تحت تأثير من؟ الوزن. فالمسألة هذه اللي قدامك يبي فيها معامل من؟ الاحتكاك. بس معامل الاحتكاك يبي لما السطح المائل هذا تمت الزاوية متاعها مع من؟ مع الرأسي. انت معامل الاحتكاك والجسم يتحرك بسرعة ثابتة، معناها العجلة شن بتساوي؟ صفر. معناها معامل الاحتكاك انت ما تقدرش تجيبيه الا لما تخلي الزاوية مع من؟ مع الأفقي. بما أن في المسألة هذه قال لنا الزاوية مع من؟ مع الرأسي، أنت يجب أنك تخليها لنا مع من؟ مع الأفقي. معناها كيف الحل؟ الحل أن لما تقعد الزاوية مع من؟ مع من؟ مع الرأسي. الحل أني نعدي ناخذ الزاوية 60 وناخذ 90 ونطرحها من 60 تعطيني 30، مش نخلي الزاوية مع من؟ مع الأفقي. مش معامل احتكاكي قد يساوي عندك تان من؟ الزاوية. معناها في اللحظة هذه حنمشي ناخذ 90 ونطرحها من كم؟ من 60، كم تعطيني؟ 30، وأصبحت الزاوية توا مع من؟ مع الأفقي. ويبي منك معامل من؟ الاحتكاك. معامل الاحتكاك حيساوي تاني الزاوية. ليش؟ لأن المسألة هذه توفر فيها الشروط كم؟ الأربعة. أولاً أن الجسم يتحرك بسرعة ثابتة، العجلة شن بتساوي؟ صفر. ثانياً أن الزاوية مع من؟ مع الأفقي. ثالثاً أن الكتلة تحت تأثير من؟ الوزن. معناه معامل الاحتكاك يساوي تاني الزاوية اللي هو كم؟ 30. وهذا حلها بالشكل هذا.
عندنا جيم 93 أو سين 93 سين 93 قال لك تصعد سيارة كتلتها 4000 كيلو جول على منحدر مائل. هذه عبارة عن سيارة تصعد على منحدر مائل، معناها تصعد من الأسفل إلى من؟ إلى الأعلى. قال لك ساين والسالب واحد عطاها لك 0.1. الكتلة متاع السيارة عطاها لنا 4000 كيلو جرام وبأقصى سرعة. بأقصى سرعة من المسألة قانون نيوتن الأول، معناه بأقصى سرعة، هذين من حالات قانون نيوتن الأول. بأقصى سرعة معناه العجلة شن بتساوي؟ صفر. بأقصى سرعة لها ضد مقاومة مقدارها اللي هي قوة الاحتكاك. أعطانا قوة الاحتكاك كم قيمتها؟ أعطانا كم؟ 500 نيوتن. والمطلوب يبقى قوة المحرك. السيارة لما تصعد حتصعد من الأسفل إلى من؟ إلى الأعلى. في اللحظة هذه قوة المحرك، في اللحظة هذه ما قلش القوة أفقية ولا القوة اتجاهها إلى الأعلى، معنى قوة المحرك قوة أفقية موازية، هذه قوة المحرك. معنى نمشي نحط المركبة مان الأفقية اللي هي ام جي ساين مان الزاوية، والاحتكاك عكس اتجاه مان الحركة. مدام السيارة تصعد من الأسفل إلى مان إلى الأعلى من الاحتكاك، كون تحطي لنا لوطة بالشكل هذا. تبحت معي يا طالبة، وهنا قال لي ساين والسالب واحد بوينت واحد، خليها نفس ما هي البوينت واحد، مش يطلع لك الناتج. لأنك إذا كنت بتديري بوينت واحد وتبت تمشي للآلة وتديري شفت من ساين بوينت واحد وتطلع الرقم وتطلع الزاوية، مش هيطلع لك شنو الرقم اللي عندك في الاختيارية. ليش؟ لأنه هو معوض من بوينت كان واحد بالشكل هذا. هاي والمسألة قانون نيوتن مان الأول شنو يقول؟ القوات اللي في اليمين يساوون القوات وين اللي في اليسار. معنى قوة المحرك شنو بتساوي؟ هي عبارة عن F زائد مان ام جي ساين مان الزاوية. ساين الزاوية قيمتها بوينت واحد، أما الام 4000 نضربها في العشرة بالشكل هذا، حتقعد بالطريقة هذا. الاحتكاك كم عطى لنا؟ 500 زائد 4000 ضرب كم؟ 10 ضرب ساين الزاوية، عوضينا بالبوينت واحد. هذه فكرتها المسألة هذه. المسألة هذه ما هوش نطلع الزاوية بشفت ساين بوينت واحد. عارفة لو انك عديتي درتي شفت ساين بوينت واحد في المسألة هذه وطلعت الزاوية، مش هيطلع لك الناتج اللي عندك وين في الاختيارية. معناه يجب انك تعوضي بها بالصفر بوينت كام؟ واحد. مش الصفر هذا يمشي مع الصفر هذا، الواحد في الواحد بواحد، والواحد في الاربع الاف باربع الاف، هكي هيطلع لنا الناتج. تقعد 5000 زائد كام؟ 4000 بالشكل هذا. لما نجمعها كم يعطلنا؟ حيعطيني 4000 وكم؟ و500 نيوتن. هذه اجابتها بالشكل هذا، اللي هي سين كام؟ 3 وكم؟ سين كام؟ جيم كام؟ 3 وكم؟ و90. المهم يا طالبة، ما تمشيش للآلة وتديري شفت ساين في المسألة هذه. عارفة لو انك درتي شفت ساين وطلعت الزاوية وجيتي عوضتي بها هنا، مش هيطلع لك الناتج 4500. انت عوضي بالساين، ما تعوضيش بالشفت ساين، عوضي بالساين اللي هو كم قيمته؟ بوينت واحد. مش الصفر هذا يمشي مع الصفر هذا، تمام ولا لا؟ والواحد في الواحد بواحد، والواحد في الأربع آلاف تنزل 4000، والخمسمية تنزل نفس ما هي. لما نجمع 500 زائد 4000 تعطيني 4000 وكم؟ و500. هذا حل جيم كم؟ 3 وكم؟ و90 بالشكل هذا. نمشوا لسين 90. خلصنا مسائل الباب من الأول. عندنا سؤال مازال في الباب الأول اللي هو جيم 65 اللي هو سين 65. اللي هو جيم 65. ناخذ جيم كم؟ 65 في اللحظة هذه بالشكل هذا. قال لك يستقر جسم، حتى هذا عليه نيوتن مان الأول، 6 كيلو جرام على مستوى شنو؟ مائل، بزاوية 30 مع من؟ مع الرأسي بالشكل هذا.
تمام ولا لا؟ هنا قال لك الزاوية مع الرأسي، ما أنت يجب أنك تخليها مع الأفقي، مش يجد الأفقي ساين والرأسي من كوساين، بفعل قوة مقدارها 20 من نيوتن. هنا ما حددش اتجاه القوة، لأن القوة قال لك تصنع زاوية، معنى القوة اللي أثرت على الكتلة تصنع شنو؟ زاوية، ما تصنع زاوية مع من؟ مع الأفقي بالشكل هذا. بس هنا ما حددش اتجاه من؟ القوة يا طالبة في اللحظة هذه، ما حددش اتجاه القوة، معناها في اللحظة هذه القوة ما حددهاش، معناها لما ما يحددش اتجاه القوة نحن قلنا نعتبروها اتجاهها إلى وين؟ إلى الأعلى. والقوة عطاها لي كم قيمتها يا طالبة؟ 20 من نيوتن، وزاويتها كم؟ 30 مع من؟ مع الأفقي. أما زاوية السطح المائي قال لك مع من؟ مع الرأسي. يجب أنك تخلي زاوية السطح المائي مع الأفقي، يعني يجب أنك تأخذ 90 وتطرحيها لي من كم؟ من 30. تقعد زاوية السطح المائل كم قيمتها؟ 60. يا طالبة زاوية السطح المائل يجب أن تكون الزاوية مع من؟ مع الأفقي. لما يعطيها لك مع الرأس يجب أنك تطرحيها من كم؟ من 90. مش تخلي الأفقي صاين والرأس من؟ كوساين. ما اللي تطرحيها من 90 هي زاوية السطح المائل فقط، معناها سيتا تقعد 90 ناقص 30 كم تعطيني هنا؟ 60. أصبحت الزاوية هنا 60 من الأفقي صاين والرأس من؟ كوساين. نمشي نحللها، محور أفقي ومحور من؟ رأسي، وهذا الوزن، والوزن هو إن في من؟ في الجي. ونمشي أول حاجة، أصبح عندك تحليلين، تحليل السطح وتحليل القوة. أول حاجة نمشي نحلل السطح المائل، نمشي نحط المركبة الأفقية والمركبة من؟ الرأسية. أول حاجة نديرها أم جي ساين من؟ الزاوية. وهنا شنو نحط يا طالبة؟ أم جي من؟ كوساين من؟ الزاوية. وهذه قوة اتصال من؟ العمودي. الآن يا طالبة نمشي نحلل من؟ نحلل القوة، مرة نجيبها على الأفقي ومرة نجيبها وين؟ على الرأسي. ونحن متفقين أيام المدرسة أن القوة هذه لما نجيبها على الأفقي نضربها في الكوساين عكسية، ولما نجيبها على الرأسي نضربها في من؟ في الصاين عكسية، لأن هنا شنو عطيتيها المركبة؟ كوساين. معنى القوة هذه لما تجيبيها هنا على الرأسي تضربيها في من؟ في الصاين. القوة هذه لما تجيبيها لنا على الأفقي هنا المركبة شنو عطيتيها؟ صاين، اضربيها في الكوساين، لأن نحن عندنا ديما زاوية القوة عكس زاوية من؟ السطح بالشكل هذا يا طالبة. ونبدأ نحللها. تي جيبها المركبة المركبة الرأسية شنو عطيتها للسطح المائل؟ كوساين، معنى هذه نعطيها شنو؟ ساين. ننزلها هنا شنو عطيتها المركبة؟ ساين، معنى لما نجيبها هنا نضربها في من؟ في الكوساين بالشكل هذا. والمطلوب في المسألة يبي منك قوة اتصال من؟ العمودي. وقوة اتصال العمودي دي مع المحور من؟ الرأسي. من شروط قوة اتصال العمودي ان مجموع لفوق يساوي وين؟ للوطة. ونبدأ على المحور من؟ الرأسي بالطريقة هذه، تقعد R زائد من؟ T ساين من؟ الزاوية. هذا كله يا طالب شن بيساوي؟ يساوي MJ كوساين من؟ الزاوية. أنا نبل R نشيل هذه بعكس الإشارة، تقعد R تساوي MJ كوساين الزاوية من ناقص T ساين من؟ الزاوية. أبدي عوض يا طالبة، R تساوي بالنسبة كتلة الجسم عطاها لنا كم؟ 6 كيلو جرام، معنى تقعد 6 اضربيها في 10 كوساين الزاوية كم؟ 60، لأنك أنت حطيتيها مع من؟ مع الأفقي. ناقص القوة كم عطاها لنا؟ 20. ساين الزاوية كم؟ 30. معنى 60 كوساين 60 يا طالبة راها فيها 30، و20 ساين 30 راها يا طالبة 20 ساين 30 فيها 10. في اللحظة دي لما نطرح 30 ناقص 10 كم تعطيني الإجابة؟ 20، ووحدة قياس القوة هي من؟ نيوتن. هذا حلها بالشكل هذا. الفكرة اللي فيها المسألة هذه إن زويتها مع من؟ مع الرأسي. أنت يجب أن تخليها لنا مع الأفقي، تطرحيها من 90 وتحلليها عادي. ولما ما يحددش اتجاه القوة أنت عارفي أن القوة هذه اتجاهها إلى وين؟ إلى الأعلى بالشكل هذا. بالنسبة نخشوا على مسائل قانون نيوتن الثاني اللي هو السطح من المائل. اللي هو جيم 33 توه عندنا.
جيم 33 جيم 33 جيم 33 اللي هي تلقيها صفحة كم؟ ثلاثة يا طالبة. قال لك ينزل الطفل من السكون على مستوى مائل وبزاوية. نحن أيام المدرسة خذينا القانون هذا جي ساين الزاوية ناقص ميو جي كوساين الزاوية. القانون هذا عم تنستخدم عنده شروط. أولا رقم واحد العجلة لا تساوي صفر. اثنين بالشكل هذا. رقم اثنين العجلة تساوي صفر يجب أن يكون سطح مائل خشن. ثلاثة زاويته مع من؟ مع الأفقي. أربعة الكتلة تحت تأثير من؟ الوزن. فقال لك ينزل طفل من السكون على مستوى مائل بزاوية 30. هذا عبارة عن الزاوية الذي زرق بها السطح المائل زاويته كان 30 مع الأفقي، مش داعي نطرح من 90. لتصل سرعتها، بس هو انزلق من السكون الابتدائية شن بتساوي؟ صفر. لما يصل لأسفل المستوى حيصل بالسرعة النهائية متر على من؟ على الثانية. معامل الاحتكاك عطالك كم كان؟ جذر 3 على كم؟ على 5. فإن زمن وصول الطفل إلى أسفل المستوى الزمن نجيبه بقوانين الحركة، بس قبل ما نطلع الزمن يجب أن نجيب العجلة. معناها العجلة كيف نجيبها؟ نجيبها بالقانون هذا توفر فيه الشروط كلنا لدينا. جي ساين الزاوية ناقص ميو جي من كوساين من الزاوية. نبدأ نعوض طالبة. جي أول حاجة ألف جد من العجلة تقعد جي ساين من الزاوية ناقص ميو جي كوساين من الزاوية. أبدأ عوض يا طالبة. عشرة ساين الزاوية هي كم؟ 30 ناقص جذر 3 على كم؟ على 5 ضرب 10 كوساين الزاوية كم؟ 30. هذه لما تحسبيها بالآلة تطلع الإجابة عندك 2 متر على الثانية من تربيع. الآن لما جبنا العجلة نقدر نطلع الزمن. شنو هو القانون الذي يربط العلاقة بين الزمن ومن والسرعة؟ ما عندناش يا طالبة إلا القانون الأول، العلاقة بين من ومن، بين السرعة ومن والزمن في اللحظة هذه. أي قانون؟ القانون الأول V تساوي U زائد A في من في T. هذه شو بتساوي؟ صفر. ليش؟ لأن الجسم انزلق من 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 السكون. تقعد V تساوي A في T بالشكل هذا. أبدي أعوض يا طالبة. السرعة 4 العجلة 2 ضرب T. أنت تب T تقسمي طرفين المعادلة على 2 تمشي 2 مع 2 هذا وتقعد T شو بتساوي؟ 4 2 تطلع الإجابة 2 سكن. وهذين كنا نطالب نحن واخذينهم في الباب من الأول وعندك عليه حتى معادلة. المعادلة هذه يا طالبة جايبين منها سؤال حنعطي لك توا. المعادلة هذه تلقيه جيم 48 صفحة كم؟ صفحة 4. المعادلة هي بالعجلة. أي معادلتها؟ جي ساين الزاوية ناقص ميو جي من كوساين الزاوية. ونحن أيام المدرسة يا طالبة أيام السمستر الأول وريتك كيف جبت القانون هذا أنا بالشكل هذا. في سؤال آخر وهكي نقدر نحن شطبنا الباب الأول والباب الثاني الأسئلة متعاتها بين الحصة اللي فاتت والمحاضرة اللي فاتت اللي هي سين 77 77 حتى هي تبع قانون نيوتن مان الثاني. تبع قانون نيوتن مان الثاني جيم أو سين 77 تلقيه يا طالبة صفحة كم؟ صفحة 8. قال لك ينحضر صندوق كتلته كم؟ 10 كيلو جرام على مستوى مائل. طبعا هذا الصندوق على 10 كيلو جرام على مستوى مائل بزاوية كم؟ 30 مع الأفقي. فتزداد سرعته من العجلة الزائدية فزادت سرعته من السرعة الابتدائية من 2 حتى السرعة النهائية اللي هي كم؟ 4. والمسافة اللي قطعها الجسم هذا كله كم عطى لنا؟ 3 متر. فإن متوسط المقاومة، لما يقول لك متوسط المقاومة معناه يبي منك الاحتكاك بالشكل هذا. بس أي جسم لما ينحدر ينحدر بسرعة
ينحدر من السكون. إذا كان أعطاك السرعة معناه هو انحدر بسرعة ابتدائية كيف المسألة هذه أعطاه لنا باثنين. إذا كان ما أعطاكش السرعة معناه انحدر من من؟ من السكون. ويبي مني متوسط المقاومة. أول حاجة متوسط المقاومة شو معناها يا طالبة؟ متوسط المقاومة معناه يبي منك الاحتكاك العادي. أول حاجة حطينا المركبة الأفقية أم جي ساين مان الزاوية، والصندوق نازل من الأعلى إلى الأسفل من الاحتكاك كونه تحطيه فوق. بس يا طالبة هنا صار تغير في السرعة، لأن أصبح في سرعة ابتدائية وفي سرعة مان نهائية. معناها أنا ما نقدرش نطلع قوة الاحتكاك يا طالبة إلا لما نجيب العجلة. والعجلة كيف نجيبها؟ نجيبها بقوانين مان الحركة. شنو هو القانون الذي يربط العلاقة بين السرعة والمسافة؟ ما عندناش إلا التالي، في تربيع تساوي يو تربيع زائد 2 في اي في مان في اس. نشيل هذه بعكس الإشارة، تقعد في تربيع ناقص يو تربيع تساوي 2 في اي في مان في اس. انا ما نبي يا طالبة، نبي الاي بقسم طرفين المعادلة على 2 اس ونقسم انا على 2 اس. تقعد هذه تمشي مع هذه وهذه تمشي مع هذه. تقعد الاي شو بتساوي؟ هي في تربيع ناقص يو تربيع على 2 اس. ابدي عوض يا طالبة، بالنسبة للسرعة النهائية 4 الكل تربيع، الابتدائية كان 2 الكل مان تربيع، على المسافة 2 في مان في الثلاثة بالشكل هذا. في اللحظة هذه 4 في الأربعة 16 ناقص 2 في 2 بأربعة، 2 في الثلاثة بإيش؟ بستة. 16 حولي كم؟ حولي 4 حتعطيك في اللحظة هذه كم؟ 16 ناقص 4 فيها 14 أو خطأ، 16 حولي منها 4 حتعطيك هنا 12 على 6 فيها كم؟ 2 في 6 بيش تطلع العجلة قيمتها كم؟ 2 متر على الثانية مان تربيع. لما تطرحي 16 ناقص 4 فيها 12، 12 قسمة 6 فيها كم؟ 2. الآن لما جبنا العجلة الآن نقدر نطلع من قوة من الاحتكاك، بس ما نقدرش نقول القوة اللي في اليمين تساوي القوة وين؟ اللي في اليسار. يجب أن ناخذ القوة اللي في اتجاه الحركة ونطرحها من قوة العكس اتجاه الحركة. ما نتعالى على المحور من؟ الأفقي. شن تقعد؟ تقعد ام جي ساين مان الزاويه ناقص اف شن بتساوي سميشن مان ام اي. انا نبي الاحتكاك هذه نشيلها هنا وهذه نجيبها هنا. تقعد الاف تساوي ام في جي ساين مان الزاويه ناقص ام في مان في اي. ابدي عوضي الكتله عطى لنا 10 اضربيها في العشرة، ساين الزاويه هي كم؟ 30 ناقص نحن الكتله كم عطى لنا؟ ب 10 اضربيها لنا في كم؟ في 2. هتقعد 100 يا طالبة ساين كم؟ 30. ساين 30 100 حتطلعين هنا 50، وهذه عندك 10 فيها ناقص كم؟ 2 في العشرة ب20، حتطلع عندنا قوة الاحتكاك كم قيمتها؟ 30 مان نيوتن. هي جابتها 30 مان نيوتن. نعاود طبعا 10 في العشرة 100، 100 ساين 30 فيها 50، 10 في 2 بيش ب20، تمول لها 50 ناقص 20 فيها كم؟ 30، 4 في 4 ب 16، 2 في 2 بيش ب 4، 16 ناقص 4 فيها 12، 2 في 3 بيش ب 6، 12 قسمة 6 فيها كم؟ 2، وهذه جيب كم؟ 7 وكم؟ 70. وهيك نحن نكتبه خلصنا مسائل الباب الأول والباب من الثاني بالكامل. فهمت كيف؟ نمشي نشوفوا مسائل أخرى ما حليناهاش حسب، وكانك حناخذوا الصح وخطأ نبدو نحكى عليه. بالنسبة لسين 80 نحن واخذينها في المسألة في المدرسة، إذا أثرت قوة أفقية بي في جسم وزني 50 نيوتن حليناها المحاضرة اللي فاتت حليناها. هذه يب القيم المحتملة للقوة بي. القوة البي عندها قيمتين، بس في البداية تجيب الاحتكاك تضرب الميو في من؟ في الار، وبعدين تقش على افتراضية. مرة تفرضي ان البي اكبر من 100 ومرة تفرضي ان المية اكبر من بي، تطلع قيمتين للبي، واحدة 120 وواحدة كام؟ 80. البي يتساوي 80 معناها اصغر من كام؟ من 100 وكام؟ و20. اذا كان سوت 120 معناها هي اكبر من من؟ من 80. هذا بالنسبة للأسئلة هذين. في عندنا سؤال جيم 34. طبعا جيم 34 هذا تبع الباب مان الثالث والباب الرابع قصدي اللي هو نيوتن مان الثالث، بس هذا نحن نعتبره شور المصاعد ونحن شرحناه المصاعد. قال لك مولد
كتلته 1500 كيلو جرام موضوع داخل قفص، هذا القفص وهذا المولد. المولد كتلته 1500 كيلو جرام بالشكل هذا، القفص كتلته 500 كيلو جرام، رفع بواسطة رافعة، كان الشد 20400 نيوتن بالشكل هذا، رفع بواسطة رافعة والرافعة ولدت شد 1400 نيوتن. فالمطلوب يبي قوة اتصال العمودي. قوة اتصال العمودي يا طالبة ما تقدرش تطلعيها إلا للمولد. ليش؟ لأن المولد هو اللي قاعد على سطح أفقي، أما القفص معلق وين؟ في الهواء. القفص ما عندش قوة اتصال العمودي يا طالبة، عنده قوة شنو؟ شد. معناها المولد ما عندش قوة، قصدي القفص ما عندش قوة اتصال عمودي، عنده قوة شنو؟ شد. من اللي عنده قوة اتصال العمودي؟ هو من؟ المولد. نحن لما بدينا في نيوتن الثالث وشرحت لك، كان قلت لك كان اي جسمين لصقات في بعضهم هن اثنين يتحركن بسرعه واحده وبعجله واحده، ما انا عارف ان عجله المولد هي نفس عجله من القفص. امتى نجمع الكتلتين لما نبي نحسب العجله؟ ليش؟ لان في السؤال 34 هل قال لك الرافعه لما رفعت القفص قال لك بسرعة ثابتة؟ ما قالهاش. ما أنا أعرف إن الرافعة لما رفعت القفص ترفع فيه بواسطة شنو؟ عجلة. وأعرفي إن المولد والقفص هن اثنين يتحركن بعجلة واحدة، معناها أعرفي إن عجلة المولد هي نفس عجلة من؟ القفص. ما أنا أمتى نجمع الكتلتين؟ لما هن اثنين يتحرك، لما نجيني بنحسب العجلة بالشكل هذا. ما أنا ألف حل المسألة إيجاد من؟ العجلة، القفص والمولد تتحرك بعجلة واحدة بالشكل هذا، ونبدأ بالطريقة هذه إيجاد العجلة. القفص والمولد تتحرك بعجلة شنو؟ واحدة بالشكل هذا. هاي إذا كان نبي نحسب العجلة يجب أن نخلي الجسم هذا عبارة عن جسم واحد. من أمتى نجمع الكتلتين؟ في حالة لما نبي نمان العجلة، من يجب أن نجمع الكتلتين هذين ونحطهم في كتلة واحدة. من في البداية نمشي نجمع العجل، نجمع الكتلتين 500 زائد كم؟ 1500. كم تعطيني يا طالبة؟ 2000 من كيلو جرام. وهكي يا طالبة أنا خليت الجسم هذا عبارة عن جسم واحد وعنده وزن واحد إكا. وكم بالشكل هذا اللي هو اللي جسم واحد وعنده وزن واحد، وهذه قوة من الشد، عطاها لنا كم؟ 20000 وكم؟ 400 نيوتن بالشكل هذا. معنى أول خطوة إيجاد العجلة. ليش؟ لأن ما قلليش الرافعة ترفع في القفص بسرعة ثابتة، معنى في تغير شنو في السرعة. معنى أنا ما نقدرش نجيب قوة اتصال العمودي إلا لما نجيب من العجلة. والعجلة كيف نجيبها؟ يجب أن نجمع الجسمين هذين المولد والقفص، يجب أن نجمعهم ونحطهم في جسم واحد بالشكل هذا. مش نقدر نحسب من العجلة. هاي العجلة ما عادش نقدر نقول لي فوق يسوي وين للوطة. يجب أن ناخذ القوة اللي في اتجاه الحركة ونطرحها من القوة اللي عكس اتجاه الحركة. القفص وين اتجاهها؟ إلى الأعلى. من حركة القفص اتجاهها إلى الأعلى، من اتجاهها شو؟ من التي. من التي هي القوة اللي في اتجاه من الحركة، والوزن هي القوة اللي عكس اتجاه من الحركة. من نطرح هذه من هذا تقعد تي ناقص ام جي تساوي من ام في من في اي. انا نبي الاي بقسم طرفين المعادله على من على الام، تمشي الام على الام هذا وتقعد الاي شو بتساوي؟ تي ناقص من ام جي على ام. ابدي اعوض يا طالبه، تقعد 20400 ناقص الكتله 2000 اضربيها في الجي بايش ب 10 على الكتله كم؟ 2000. تطلع العجله عندك 0.21 تقيس العجله متر على الثانيه من تربية. الآن لما جبنا العجلة نقدر نطلع قوة اتصال من العمودي. قوة اتصال العمودي تظهر للمولد، لأن المولد هو اللي قاعد على سطح شنو؟ أفقي. معناه لما نجي بنحسب من قوة اتصال العمودي نحسبها للمولد، وناخد كتلة المولد وليس كتلة القفص.
ليش؟ أمتى ناخذ كتلة القفص وكتلة المولد لما نحسب من؟ العجلة. معنا في حالة حساب العجلة نجمع كتلة المولد وكتلة من؟ القفص. لكن لما نجيني بنحسب قوة اتصال العمودي للمولد يجب يا طالب ناخذ كتلة من؟ المولد. ويا طالب المسألة هذه كيف مسألة المصاعد؟ مسألة المصعد كأن القفص هو المصعد والمولد هو الرجل، والمصعد اتجاهه إلى وين؟ إلى الأعلى. وناخذ معادلة المصعد اللي شرحناها المحاضرات اللي فاتت لما يقعد صاعد. معناه إيجاد قوة الاتصال من؟ للمولد، تمام؟ ونحسب كتلة من؟ المولد فقط بالشكل هذا، بالطريقة هذه. هذه بالطريقة هذه نسمها. وهذا الوزن، وهذا المولد هو اللي عنده قوة اتصال من؟ العمودي. أما القفص لا توجد له قوة اتصال من؟ العمودي. وناخذ معادلة المصعد هو صاعد. شو تقول؟ تقول M أفتح قوس جي زائد من؟ A. شرحناها المحاضرات اللي فاتت. هذه معادة المصعد هو صاعد، والمسألة هذه كأن مسألة شور المصاعد، كأن يا طالبة المولد هو الرجل والقفص هو من؟ هو المصعد بالشكل هذا. ونبدأ نعوض. تجد R تساوي كتلة الكتلة 1500 10 زائد كم؟ 0.2 حتعطينا 15000 وكم؟ و300 وحدة قياس القوة هي من؟ نيوتن بالشكل هذا. هذه سين 34 في عندنا مسألة أخرى في نيوتن الثالث لما بالشكل هذا اللي هي جيم 100 اللي هي سين 100 اللي هي سين 100 تلقيها صاد 11 100. قال لك جسم كتلة 2 كيلو جرام موضوع على طاولة أو موضوع على سطح أفقي، معنى الكتلة هذه موضوع على سطح أفقي 2 كيلو جرام. معامل الاحتكاك عطى لنا 0.2 وربطت بخيط يمر على بكرة. هذه خيط رتيه يا طالبة ومر على بكرة ملساء يتدلل. شنو يتدلل؟ يعني في نهاية الخيط في كتلة تتدلل في الهواء، يعني بالشكل هذا يا طالبة تتدلل. ها بالشكل هذا 1 كيلو من جرام. فالمطلوب منك هي بالشد. أكيد هذه عندها وزن اسمه ام واحد في الجي، وأكيد عندها تي. المطلوب هي بالشد، معناها أكيد هذه عندها فعل اسمه ام واحد في الجي، معناها أكيد في ردة شنو؟ فعل اسمه تي. تو يا طالب ركز معايا، الكتله هذه لما تقعد تتدلى في الهواء تنزل لوطه، الكتله هذه ما تتحركش راه، بس الاتجاه نتاعها هتقعد شور مان الكتله اللي هي معلقه في الهواء. باهي الاحتكاك على وين بيطلع؟ بيطلع على الكتله اللي موجوده على السطح الافقي، والاحتكاك عكس اتجاه مان الحركه، من الاحتكاك جهيك. ما دام هذا رد فعل معنى اكيد انا شن في فعل اسمه تي. قوة اتصال العمودي تظهر على الكتلة اللي موجودة على السطح الأفقي، من هذه عندها قوة اتصال عمودي والوزن اتجاهها إلى وين؟ إلى الأسفل. ويبي مني الشد، بس ما قاليش الكتلتين أو المجموعتين تتحرك بسرعة ثابتة، من في عجلة، من ألف إيجاد العجلة. والعجلة كيف بنجيبها؟ بالطريقة هذه يجب أني نطلع معادلتين لما أخذنا البكرات المحاضرات اللي فاتت، معادلة للكتلة الأكبر ومعادلة أو قصدي معادلة للكتلة الأكبر ومعادلة للكتلة من؟
الأصغر بالشكل هذا. وفي المسألة هذه كانك بديتي بالكتلة الأصغر أو بالكتلة الأكبر كلا واحد، بس نحن لما نجي نضلع المعادلتين كما اتفقنا ديما نبدأ بالكتلة اللي شنو الكتلة مان الأكبر، لأن هي اللي عليها مان الحركة تمام ولا لا؟ بس المسألة هذه كانك بديتي بالكتلة الأكبر أو بالكتلة الأصغر كلا مان واحد. المهم ركز معي، تو الكتلة هذه تتدلل تنزل لوطة هكا لأنها معلقة في الهواء، معناها تنزل على الوزن بتاعها، معنى الوزن بتاعها هي القوة الافتجامة الحركة، التي هي القوة العكس اتجامة الحركة، التي هذ هي القوة الافتجامة الحركة، والاف هي القوة العكس اتجاه الحركة. وديما يا طالبة نبدأ بالكتلة المعلقة في الهواء ونمشي للكتلة اللي قاعدة على سطح أفقي، ونبدأ هيك يا طالبة نحسب على الكتلة الأولى ونحسب على الكتلة مان الثانية، مش نطلع لك القانون. هاي نبدأ بالكتلة المعلقة في الهواء أو الكتلة اللي قاعدة على الطاولة، في المسألة هذه عادي ونبدأ بالكتلة اللي قاعدة على الطاولة. هاي القوة اللي في اتجاه الحركة ناقص القوة اللي عكس اتجاه الحركة، تقعد تي ناقص من اف شن بتساوي ام 2 في اي، هذه ام 2 والمعلقة سميناها ام 1 بالشكل هذا. اللي بعدها القوة اللي في اتجاه الحركة ناقص القوة اللي عكس اتجاه الحركة، ام واحد في جي ناقص تي تساوي ام واحد في من في اي، تو بجمع المعادلتين الشد هذا حيمشي من الشد هذا يا طالبة، والام واحد في جي ناقص من اف تنزل نفس ما هي، ام واحد في جي ناقص من اف، ناخذ عامل مشترك هو من هو الاي، خذي عامل مشترك هو الاي، واما ام واحد وام اثنين ما نقدرش ناخذ عامل مشترك، ما انا اجمعهم ام واحد زائد من ام اثنين، انا نبي الـ A بقسم الطرفين المعادلة على ام واحد زائد ام اثنين، ونقسم المعادلة هذه على ام واحد زائد من ام اثنين، هذين يمشي مع بعضها، وتجد الـ A شو بتساوي؟ اول قانون ام واحد في جي ناقص اف على ام واحد زائد من ام اثنين، القانون هذا عم تنستخدمه هذا في حالة كتلة على سطح شنو افقي وكتلة معلقة وين في الهواء، والام واحد اكتب عليها الكتلة المعلقة في الهواء بالشكل هذا. بس القانون هذا فيه مجهول، شنو هو المجهول؟ الاحتكاك، ما عطانيش الاحتكاك، بس الاحتكاك نقدر نجيبه عن طريق معامل مان الاحتكاك، ونحن قوة اتصال العمودي يا طالبة ما تطلعش الا على السطح مان الافقي، معنا نمشي نجيب في المسألة هذه مان يا طالبة قوة الاحتكاك بالشكل هذا. حنمشي نضرب الاف نضرب الميو في مان في ار، بس الار ما عنديش نعدي نجيبها لك على المحور مان الرأسي لفوق يساوي وين للوطة، معنى تقعد الار تساوي مان ام 2 في مان في جي، في اللحظة دي 2 ضرب 10 كم تعطيني يا طالبة 20 مان نيوتن، وهكي نقدر نجيب قوة الاحتكاك نضرب الميو في مان في ار بالشكل هذا، صفر بوينت كم معامل الاحتكاك في العشرين حتعطيك الإجابة 4 نيوتن، وهيك يا طالبة تقدر تطلع العجلة تواي العجلة. أبدي عوضي بالنسبة هذه اسمها ام 2 في مان في جي، أبدي عوضي يا طالبة هاي الكتلة هي كم؟ واحد أضربيها في كم؟ في 10 ناقص الاحتكاك 4 على 1 زائد 2، طبعا 10 ناقص 4 فيها 6، 6 قسمة 3 فيها كم؟ 2 متر على 2 تربيع. تو الخطوة اللي بعدها إيجاد من الشد، إيجاد من الشد، الشد تقدر تجيبيه على الكتلة الصغيرة وعلى الكتلة من الكبيرة، يعني تعوضي في وحدة من معادلتين. الأسهل أنت عوضي في الكتلة المعلقة في الهواء، مش يطلع نفس القانون اللي خذيناه المحاضرات اللي فاتت بالشكل هذا، اللي هو شنو القانون؟ تي شن بتساوي؟ ام واحد جي ناقص من اي، هذا واخذينه في البكرات، اكتبي عليه الكتله بس ام واحد المعلقه وين؟ في الهواء. تي شن بتساوي؟ شنو هي الكتله المعلقه في الهواء؟ واحد افتح قوس 10 ناقص العجله كم قيمتها؟ 2، يطلع 10 ناقص 2 فيها 8، 8 في الواحد بايش؟ ب 8 نيوتن، معنى الشد كم طلع لك انا؟ 8 نيوتن. بالشكل هذا حل المسألة. هي ياسين كمية. تو نمشوا لأسئلة طاقة مان الحركة، عندنا ثلاث أسئلة ما حليناهنش. وهكي حلينا المسائل بتاعت البيبان كلهن.
عندي له محاضرة أخرى نراجعوا فيه الصح ومن والخطأ بالشكل هذا. بس خلينا على جيم كام؟ جيم 96 هو. قال لك سقط جسم إلى الأسفل. هذا جسم إلى الأسفل. من ارتفاع اتش على مستوى الأرض. هذا مستوى الأرض. فإن طاقة الحركة عند مستوى الأرض كم تساوي؟ نحن اتفقنا أن طاقة الحركة شن بتساوي؟ نصف الكتلة في مربع السرعة. بس يبي مني فإن طاقة الحركة الجسم لحظة استدامه بالأرض. يعني يبي طاقة الحركة أنا لحظة استدامه بالأرض. يبي القانون هو. باهي شنو هو القانون الذي نحن ما ندرش نثبت القانون هذا إلا عن طريق معادلات من الحركة الثلاثة. بس معادلات الحركة الثلاثة فين زمن، اثنين فين زمن، وواحد فين مسافة. ما أنا ما ندرش ناخذ إلا القانون الثالث أو بالشكل هذا. جيبينا طاقة الحركة AK هي نصف الكتلة في مربع السرعة. حطي القانون الثالث في تربيع زائد اثنين في جي في اس، والاس هي الاتش يا طالبا، هو الارتفاع، ما نسميها اتش. توا حنبدأ نختصر هذه كين المعادلة من الأولى وهذه كين المعادلة من الثانية. حنبدأ نختصرها اختصار، نختصر المعادلة الأولى على المعادلة من الثانية اختصار. هل تقدر تمشي تقدر تختصري النص ام؟ مستحيل. هل تقدر تختصري اليو تربيع؟ مستحيل. هل تقدر تختصري 2 جي في اتش؟ مستحيل. الوحيده اللي تقدر تختصريها من المعادله هذه هي الفي تربيع مع الفي تربيع. اما الاي كي هي طاقه الحركه تنزل نفس ما هي بالشكل هذا، النص ام تنزل نفس ما هي. افتحي قوس يو تربيع زائد 2 في جي في مان في اتش او القانون بالشكل هذا. معناها هذا هو طاقة الحركة عند سطح من الأرض يا طالبة بالشكل هذا. أنا عبارة عن مشيت هذه مع هذا ونزلت الاي كي في مكانها. أما اليو التربيع ما عنديش نختصرها، نزلتها 2 جي في اتش نزلتها، والأم نزلت نفس ما هي. في عندنا سؤال آخر اللي هو جيم 30. هذا بدون ما تحليه جيم 30 قال لك جسم وضعه طاقة وضعه عطاك طاقة الوضع بتاعه 400 جول عند ارتفاع عطاك الارتفاع 5 متر عن سطح من الأرض. قال لك عن سطح الأرض معناها كأن هذا الارتفاع وهنا طاقة الوضع عند ارتفاع كم قيمته 5 متر كم عطاها لك 400 جول. قال لك فإن الشغل المبذول يا طالبة الحصة اللي فاتت أنا شن قلت؟ قلت طاقة الوضع هو الشغل المبذول العمودي، يعني قصدي العمودي هو الشغل على المحور من الرأسي. مدام عطاني طاقة الوضع الشغل العمودي بتاعها 400 جول معناها الشغل العمودي حتى هو كم يساوي 400 جول. ليش؟ لأن طاقة الوضع قولي لي بالطريقة هذا بالشكل هذا تساوي الشغل من العمودي، والشغل العمودي هو الشغل على المحور من الرأسي، والشغل العمودي هو طاقة الوضع. وطاقة الوضع كم عطاها لك كم توه أنا بالشكل هذا عطاها لك كم كم 400 من جول. معناها الشغل من العمودي حيساوي طاقة من الوضع اللي عندك في السؤال اللي هو كم قيمته 400 من جول. يعني حلها في سطر واحد بدون ما تقدر تحسب فيها. في عندنا سين واحد آخر في عندك تحويل السرعة. نحن عارفين تبعتي معي
لما جيني بنحول من كيلو متر على الساعة إلى متر على مال على الثانية، عدي أضربي في خمسة على كام؟ على 18. ففي مسألة قاعدة عندك أعطيك فيها السرعة أية اللي هي جيم 90 ويب الكتلة. قال لك يتحرك تتحرك الكتلة بسرعة كم؟ أعطى لك السرعة 72 كيلو متر على الساعة بالشكل هذا. وطاقة الحركة كم أعطاها لك؟ أعطاها لك 200 مان كيلو جول. فإن كتلة الأمن أول حاجة حولي وديما أخذ من بالوحدات الأساسية أفضل لك، يعني حولي الكيلو متر على الساعة إلى متر على الثانية. شديري في اللحظة دي أمشي خذ 72 وضربيها لي في 5 على كام؟ على 18 هتطلع 20 بالشكل هذا. الإجابة أنا مطلعها كام؟ 20 متر على الثانية. الخطوة اللي بعدها حولي الكيلو جول إلى جول. الأفضل ديما أخذ من بالوحدات من الأساسية، حولي الكيلو جول إلى من؟ إلى جول. من كيلو جول إلى جول قلنا نضرب في كام؟ أضربيها في الألف بالشكل هذا، أعطيك 20,000 جول. ويبي مني من الكتلة طاقة الحركة شن بتساوي؟ هي عبارة عن نصف الكتلة في مربع من السرعة. يبي منك الكتلة بقسم الطرفين المعادلة على نص ام في تربيع، ونقسم هنا على نص ام من في تربيع، يمشي هذه معادلة وهذه معادلة، تقعد الام شن بتساوي؟ هي عبارة عن طاقة الحركة مقسومة على نص من في تربيع بالشكل هذا. أبدي عوضي بالنسبة هذه 20,000 على نص ضرب 20 لكل من تربيع، هذه الإجابة حتعطيك 1000. الإجابة بالشكل هذا حتعطيك 1000 جول لما تحسبيها. 1000 قصدي كيلو جرام مش 1000 جول، لأن وحدة قياس الكتلة هي من كيلو جرام، آسف تمام ولا لا؟ بس هو مطلع الإجابة من الطن. لما نحول من الطن، الطن أكبر من كيلو جرام، الطن في 1000 كيلو جرام، ما أنا عادي نضربها في كام؟ في 1000. لكن لما نبردها نحول من كيلو جرام إلى من؟ إلى طن. ما أنا نقسم على كام؟ نقسم على 1000. ما أنا شو ندير في اللحظة هذه؟ في اللحظة هذه نمشي ناخذ الكتلة اللي هي كام؟ 1000، ونقسمها على 1000، مش نحولها من من؟ من كيلو جرام إلى طن، حتعطيني 1 طن إجابتها. وتبي تعوضي بالوحدات الكبرى عوضي 72 وهذه كم 200، وعوضي بها انا حتطلع لك في النهايه 1 طن. بس الاسهل انا عندنا انك تحلي بالوحدات من الاساسيه افضل. المساله الاخيره اللي عندنا اليوم وكي كملنا جميع المسائل. طبعا قال لك عندما يتحرك جسم بسرعه ثابته الشغل المبذول على الجسم، طبعا قلناها في المحاضرات اللي فاتت يساوي صفر. بالنسبه جيم 31 قال لك سقط جسم كتله 2 كيلو جرام من ارتفاع 12 متر عن سطح من الارض، فان طاقه الحركه بعد ما يقطع المسافه بالشكل هذا اللي هي ناخذ جيم 31 المحاضره وين اللي فاتت عندنا محاضرتنا اليوم، لان قطعنا شق طويل في المسائل بالشكل هذا، ونكملوا على المحاضره الجايه وناخذ المسائل اللي هن ال 31 وناخذ خلاص. ماش عندنا في الاسئله هذه الا الاسئله شنو الصح وخطأ، وان شاء الله ربي يكون وفقنا في محاضرتنا اليوم. والسلام عليكم ورحمه الله وشنو وبركاته.